بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نتناول موضوع جديد في مساق إدارة وجودة المختبرات. تكلمنا في المحاضرات السابقة عن اللاب مانجمنت واللاب أورجانيزيشن، تحدثنا عن مفاهيم إدارة المختبرات وعلى الهرم التنظيمي والإداري في المختبرات بمكوناته الأساسية. تناولنا مفاهيم الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس والكواليتي مانجمنت. في المحاضره اللي بعدها تكلمنا عن اللابراتوري ديزاين والكونسيدريشن الاساسيه اللي تؤخذ بعين الاعتبار لتصميم او لترتيب الاجهزه في المختبرات. في المحاضره اللي بعدها تناولنا موضوع اللاب اكويبمنت مانجمنت، اداره الاجهزه في المختبرات وكيفيه التعامل مع هذه الاجهزه وكيف الريكورد المهمه لتدوين وتوثيق هذه الاجهزه وادارتها بشكل صحيح وبشكل جيد. اليوم ان شاء الله راح نتناول موضوع اكثر تخصصيه في جوده اداره وجوده المختبرات، اللي هو البروسيس كنترول او اللي هي الكواليتي كنترول، اللي هي صميم مساقنا او صميم دراستنا. في البدايه راح نتكلم عن الكومبلكسيتي اوف لابراتوري سيستم. اللابراتوري سيستم هو نظام معقد، يعني منظومة معقدة بتمر بعدة مراحل، من مرحلة انه يوصل المريض ويسحب العينة الى ان توصل النتيجة. لذلك راح يمر بعدة مراحل. المرحلة الاولانية اللي هي البري اكزامينيشن او اللي بنسميها البري اناليتيكال. البري اناليتيكال اللي هي المرحلة استقبال البيشنت، مرحلة سحب العينات والتعامل معها. طبعا هذه مرحلة مهمة جدا في الكواليتي كنترول، لانها بتشمل عدة اشياء ممكن انها تكون مصدر خطأ، وبالتالي يجب السيطرة عليها عشان تدخل في منظومة الكنترول، الكواليتي كنترول الجيد، ويكون النتيجة اللي بيحصل عليها المريض ذات جودة عالية. فأول شيء أنه بتتم عملية documentation على الأنابيب أو عملية الكودينج أو النمبرينج، هذه كلها عملية مهمة في الكواليتي كنترول في مرحلة البري اكزامينيشن أو البري اناليتيكال. ثاني شيء، في عندي اعتبارات ثانية تؤخذ بعين الاعتبار لسحب العينة في الكواليتي كنترول اوف سامبل كوليكشن، نوع الفحص والتيوب المناسب إلها، هل بلين تيوب، هل هي ايديتا تيوب، هل هو ستريت انتي كوجلانت، يعني حسب الفحص المراد للتيوب المناسب. وقت سحب العينة، إذا كان مثلا هرمون جروث هرمون، إنه بعد مثلا 30 دقيقة، بعد 60 دقيقة، وبعد 90 دقيقة، وفي علاج بيأخذ خلال هذه المراحل، فهذه كلها شروط البري أناليتيكال. أيضا مثلا عفوا، في عندي فحص الكالسيوم، فحص الكالسيوم يجب أن يتم سحب العينة بدون تورنيكيت. مواعيد سحب العينة، الصيام، أو مثلا في بعض الفحوصات يعني بيعتقدوا الناس أنها بتستوجب صيام، مثلا مثل الكوليسترول. الكوليسترول ما بيستوجب صيام، التريجليسرايد فقط اللي بيستوجب الصيام. فهذه كلها اللي بنسميها البري أناليتيكال كواليتي كنترول. المرحلة اللي بعدها اللي بتمر فيها العينة اللي هي مرحلة السامبل ترانسبورتيشن، عملية نقل السامبل من المختبر، سواء كانت من قسم إلى قسم، أو من مكان إلى مكان، أو من محافظة إلى محافظة. هذه إلها دور كبير في الكواليتي كنترول، إنها تتم تحت suitable condition، يكون النقل بطريقة منظمة، يكون في عملية، في عندي ريبورت أو ريجستر بيشمل كل أسماء البيشنت والكود تبع العينات، علشان ما يكونش في عندي أي ميسينج أو أي خطأ، وهذا بيضمن لي إنه الكواليتي كنترول يكون عالي. أيضا في عملية الترانسبورتيشن، في بعض الفحوصات بتتطلب الفحص يعني السريع مثل البلاد جازز،
في بعض الفحوصات انه بتتطلب انه تكون العينه محطوطه في كول ميديا مثل مثلا الباراثايرويد، فهذه الامور كلها من البري اكزامينيشن كواليتي كنترول ومهمه علشان توصل المريض النتيجه بشكل صحيح. طبعا خلال هذه مرحلة البري اكزامينيشن بكون في عندي طبعا كل مرحلة بيتم فيها عملية زي ما حكينا عملية ريكوردينج وعملية التوثيق. تيجي بعدها المرحلة الاكزامينيشن، مرحلة الاكزامينيشن اللي هي مرحلة مهمة في الكومبلكسيتي هذه لللابراتوري سيستم ومهمة في الكواليتي كنترول. في مرحلة الإكزامينيشن بكون في عندي عدة أشياء يجب أن أخذها بعين الاعتبار لضمان جودة النتيجة اللي بتوصل للمريض. أول شيء بدي يكون التكنيشن على دراية كاملة بالفحص من خلال قراءة البامفلت، وحتى لو كان مر علي ممكن أنا أعمل ريفيو أقرأ البامفلت. تاني شيء في عندي الأجهزة، بدي أتأكد من الأجهزة ومعايرتها بشكل صحيح، وطبعا أتأكد من الكواليتي كنترول وراح نتناولها في المحاضرة القادمة إنه كيف الكواليتي كنترول والكنترول اللي مستخدم وأنواعه. في عندي الريجنت، بدي أتأكد من إنه الريجنت اللوت نمبر تبعه صحيح والإكسباير ديت مناسب وعملية البريبريشن صحيحة وكل الأدوات اللي أنا استخدمتها تكون يعني صار لها كنترول وتم يعني متابعتها بشكل صحيح. هذه مرحلة الإكزامينيشن. بتيجي عندي بعدها مرحلة البوست إكزامينيشن. البوست إكزامينيشن بتشمل شغلتين اللي هي الريكوردينج للنتائج اللي أنا حصلت عليها من مرحلة الإكزامينيشن. عملية الريكوردينج يا إما بدها تكون في ريجستر أو تكون في كمبيوترايزد، وإحنا بنفضل إنه يكون التنين موجودين لأنه ما بنضمن يصير في خلل في واحد من النظامين، في يصير خطأ في الريجستر أو خطأ في الكمبيوتر، فلازم يكون في عندي دوكيومنت للبيشنت ريزلت او البيشنت ريبورت. اخر مرحله اللي هي مرحله الريبورتنج اللي هي ايضا من البوست اكزامينيشن ستيب، وهذه مرحله الريبورتنج ايضا مهمه، بدي اتاكد من الايدنتيفيكيشن للمريض او من الاسم. احيانا بكون مثلا الاسم الاول والاسم الاخير في تشابه مع مريض اخر، فبدي اتاكد من الاسم ثلاثي او من رقم الهويه علشان اضمن انه برضه ما صارش في عندي اي ميسنج او ما صارش في عندي اي خطا اثناء تسليم النتيجه. فهذه هي المراحل اللي بتمر فيها العينه، وكل هذه المراحل كل مرحلة لازم يكون فيها كواليتي كنترول عالي عشان نضمن انه النتيجة وصلت للمريض بشكل صحيح. بنعيد المراحل اللي هي البري اكزامينيشن او بري اناليتيكال واناليتيكال والبوست اناليتيكال. طبعا هذه كلها المراحل بتكون تعطيني مانجمنت كويس للمختبر، بتعطيني سيفتي، النتائج بتكون مظبوطة وصحيحة، بتعطيني بكون مطمئن انه النتيجة اللي طلعتها للمريض صحيحة ودقيقة، بكون في التالي في عندي يعني كاستمر سيرفيس وصلته السيرفيس لهذا البيشنت بشكل كويس وبشكل مرضي. طيب احنا هذه الصورة احنا استعرضناها وحكينا عنها انه هي مقومات لكواليتي مانجمنت سيستم، وهذه المقومات ان شاء الله كلها راح نتناولها ونتكلم عنها، لكن كل محاضرة بنحكي عن جزئية جزئية. الآن راح نحكي عن الرول اوف كواليتي كنترول في المانجمنت سيستم، كواليتي مانجمنت سيستم. الرول اوف كواليتي كنترول اول شيء عندي مونيتور للبروسيس. أهمية الكواليتي كنترول هو براقب كل البروسيس اللي بتمر فيها عملية الاكزامينيشن سواء كانت بري او اكزامينيشن او بوست اكزامينيشن.
أهمية الكواليتي كنترول في المانجمنت سيستم إنه بيعمل لي بريدكت، مش بس ديتكت للخطأ، بيعمل لي بريدكت للإيرور، بتنبأ في الأخطاء اللي ممكن تصير خلال عملية التستنج. بوضح لي أيضا الكواليتي كنترول الفاريشن اللي أنا صار عندي بين النورمال أو الستاندر والإيرور اللي أنا ممكن يكون صار عندي. بوريني أنا وين بالنسبة للستاندرايزيشن وبالنسبة للحاجة الايديال اللي موجودة عندي. إذا الكواليتي كنترول بشكل مختصر بأهميته مونيتورينج فور اول بروسيس فور سامبل تيستينج، ديتكت اند بريدكت للايرور، وديفرنشيشن بتوين نورمال فاريشن اند الايرور. طيب البيربس اللي عندي للكواليتي كنترول انه المونيتور انه كل الاكتيفيتي هذه اللي بتتم في المختبر بشتى انواعها سواء كانت كوانتيتيف او كواليتيف تيست او سيمي كوانتيتيف تيست تكون كلها صاير لها عمليه مونيتورينج واندر كنترول بغض النظر عن الميثود اللي استخدمناها للفحص. بمعنى انه الكواليتي كنترول مش بس على الكوانتيتيف تيست بل بده يكون على الكواليتيتيف تيست والسيمي كوانتيتيف تيست. يعني الكواليتي كنترول بدخل في كل الفحوصات وفي كل المراحل حتى توصل النتيجة صحيحة للمريض. بنرجع بنأكد على انه الجول للكواليتي كنترول هو ديتكت للايرور، وبنحاول انه نعمل نتخذ اي كوركشن اكشن علشان توصل النتيجة بشكل صحيح، وبعمل بريدكت للايرور قبل حدوثه. الآن راح نتكلم عن Quantitative Examination. إيش هي Quantitative Examination؟ هي إنه أنا بعمل Measuring لسامبل Quantitative، يعني أنا قاعد بعمل Measuring لكوانتيتي معين في السامبل، مثلا فحص السكر، فحص الكرياتينين، فحص الهرمونات، حاجة Quantity أنا بفحصها. هذه Quantitative Examination. لازم الميجرمنت اللي انا احصل عليها تكون اكيوريت اند بريسايز، الرقم اللي انا بحصل عليه يكون اكيوريت وبريسايز. طيب ايش الفرق عندي بين الاكيوريت والبريسايز؟ الاكيوريت انه يكون عندي اثنين يعني بمثلوا معنى الدقه، لكن الاكيوريت انه يكون بمفهوم الاكيوريت في الكواليتي كنترول انه تكون النتيجه صحيحه واقرب الى الدقه، اقرب الى يعني مثلا انا النتيجه الصحيحه 100% عندي نتيجه السكر 100، الاكيوريت مثلا لما تطلع النتيجه معي 99 او 98 او 101 هذه بتكون النتيجه اكيوريت. البريسايز انه انا شغلي مظبوط، البريسايز ودقيق انه العينه لو اشتغلتها مرتين ثلاثه تعطيني نفس النتيجه او تعطيني في محيطها الضيق، يعني within one standard deviation، يعني انه يكون مثلا النتيجه طلعت معي اول مره 100، ثاني مره تطلع معي 101، طلع معي 99، فهذا اللي احنا بنسميه بريسايز، انه انا لو كررت فحص العينه مرتين ثلاثه اربعه تعطيني نتيجه موحده او متقاربه جدا، والاكيوريت انها تكون قريبه من الصحه هذه النتيجه. الكواليتاتيف اكزامينيشن ما بتكونش رقمية، لكن بتشمل يعني او ممكن يعني نوجد الكواليتاتيف اكزامينيشن اكثر شيء في فحوصات المايكرو، يعني عندي جروث او ما عنديش، بوزيتيف او نيجاتيف، صار في عندي تشينج في الكالر، في صار في عندي تغيير في الديبستيك، احيانا في بعض الفحوصات بنستند على الديبستيك، الميكروبيولوجيكال بروسيجر، هذه كلها هذه كواليتاتيف اكزامينيشن، وبعض الفحوصات الميكروسكوب اللي بنقدرها نيل اذا كانت غير موجوده او موجوده بنقدرها بالارقام، الديبستيك احيانا بنحكي بوزيتيف او نيجاتيف، هذه هي المقصود فيها بالكواليتاتيف اكزامينيشن. اما السيمي كوانتيتيف اكزامينيشن فهي الفحوصات اللي بيتم تقديرها بتريس مودريت بلس 1 بلس 2 بلس 3، مثل فحص البروتين باستخدام مثلا بالسلفوسالسيليك اسيد،
فحص البيلروبين بالايودين، هذه كلها بنسميها سيمي كوانتيتاتيف، بيتم يعني تقديرها. احيانا النمبر اوف سيل تحت الميكروسكوب من الى من 10 ل 12، من 8 ل 10، السيريال ديليوشن احيانا ايضا بيتم تقديرها، والديبستيك ايضا بيتم في بعض الفحوصات تقديرها بلس 1 بلس 2 او بلس 3 او 3. فهذه اللي هي السيمي كوانتيتيف اكزامينيشن. الان الايرور علشان نفهم مفهوم الكواليتي كنترول كويس في الفحوصات المخبريه، لازم نعرف ايش هي انواع الايرور. الايرور عندي نوعين، الاوبل ايرور وان الاوبل ايرور. الالاوبل ايرور اللي هي الايرور اللي بيصير عندي ويمكن احتماله بدون ما ياثر على نتيجه المريض، يعني كميه الخطا عندي كميه من الخطا، هذه الكميه من الخطا يعني ما اثرت على نتيجه المريض وطلعت النتيجه بالشكل الصحيح، هذا الخطا اللي احنا بنسميه المسموح فيه او ضمن اللي ممكن نتجاوزه. لكن الان الاوبل ايرور اللي هي الخطا اللي لا يمكن احتماله، او اذا احتملناه ممكن انه ياثر على نتيجه المريض ويسبب له ويعني يكون مؤثر على الميديكال ديسيجن. فعندي الان الاوبل ايرور بنقسم الى قسمين، بنقسم الى الراندوم ايرور والسيستميك ايرور. الراندوم ايرور اللي هو فيه بكون في عندي فاريشن في النتائج في الكواليتي كنترول ريزلت على باترن معين في تمبلت معين، يعني لما بنيجي نرسم الكيرف وان شاء الله قدام في المحاضرات القادمه راح نشوف كيف الكيرف بنرسمه وكيف بنطلع المين والستاندرد ديفيشن، وراح نشرحها هذه الامور بالتفصيل. الراندوم ايرور انه انا في عندي التشارت اللي بدخل عليه نتائج الكواليتي كنترول النورمال والابنورمال او اللو والنورمال والهاي، بتكون هذه ماشيه باتجاه واحد، فهذا اللي بنسميه احنا راندوم ايرور، يعني موجود عندي خطا عماله بتكرر كل يوم. الراندوم ايرور في عندي شغله كل يوم بتتكرر وبالتالي بتطلع نتيجه الكنترول كل يوم بتطلع بنفس الاتجاه، لكن الكواليتي كنترول الصحيح لازم يطلع بشكل زجزاج، مره اب مين ومره اندر مين او مرتين اب مين، يعني يكون في تنوع بشكل زجزاج اب داون المين. اما الراندوم ايرور، اما السيستميك ايرور ففي عندي خطا مكرر، عفوا انا كنت اشرح السيستميك ايرور. سيستميك ايرور في عندي خطا مكرر هو بنفس اليوم بنفس الشيء كل يوم بتكرر عندي نفس الخطا، هذا اللي هو السيستميك ايرور وبمشي باتجاه واحد. اما الراندوم ايرور بكون في عندي خطا دخل على منظومه الفحص او دخل على البروسيس تبعت الفحص. مثلا الراندوم ايرور صار في عندي ضعف في اللمبه، هذا بيؤدي الى راندوم ايرور. صار في عندي خطا في السكشن تبع البروب، هذا برضه بيعمل لي راندوم ايرور. صار في عندي مشكله في السوفت وير، هذا بيعمل لي راندوم ايرور وعلى طول بيتم ملاحظته وبعرف انا انه اليوم صار في عندي خلل في هذا الجزء فسبب لي ايرور، بعرف انه منه. اما السيستميك ايرور يعني بكون شوي صعب في اكتشاف ايش الخطا، لانه في عندي خطا ضمن العملية وأنا مش قادر أحدده، هل هي مثلا الرياجنت، هل هو الميكروبيبت، هل في حاجة في الانسترومنت غير واضحة إلي. فهذا الفرق بين الراندوم ايرور والسيستميك ايرور. الراندوم ما إلوش تمبلت معين أو باترن معين، السيستميك ايرور بيكون ضمن باترن معين. الكومن كوزز للاخطاء اللي بتصير عندي في المختبر اللي هي كومن كوزز وسبيشال كوزز. الكومن كوزز اللي هي عاده بتكون يعني ضمن السيستميك ايرور، بتكون في حاجه انهيرتنت موجوده عندي في البروسيس انا عمالي بستخدمها كل يوم، موجوده معي في كل وقت وفي كل دقيقه وفي كل ساعه. مثلا اللي هي مثلا خلينا نقول المايكروبيبت اللي انا بحضر فيها الرياجنت، هذه انا بستخدمها كل يوم، بستخدمها طول اليوم، فهذه انهيرتنت حاجه موجوده عندي في البروسيس وبكون يعني انا مش عارفه اكتشف.
ايش الخطأ او الريجنت او حاجه يعني موجوده معي، لكن السبيشال ايرور اللي هي حاجه طرأت جديد، في عندي سيركمستانسز جديد، في حاجه ظرف جديد طرأ عندي على الشغل وادى الى انه يصير في عندي ايرور. غالبا السبيشال كوزز هذا بكون راندوم ايرور، والكومن كوزز بتكون سيستميك ايرور. والسبيشال كوزز حكينا مثل مثلا صار في عندي اللمبه صار فيها مشكله، السكشن صار في عندي فيه مشكله، في احيانا بكون في عندي في الكومن كوزز ممكن الجالون اللي بيغذي الجهاز او المي اللي بتغذي الجهاز بتمر على فلتر، ممكن الفلتر هذا اللي بوصل المي للجهاز فيه مشكله، فبالتالي هذه حاجات انهيرتنت موجوده في البروسيس تبعت الفحص وانا مش شايفاها، وهذه الميه معي مستخدمه طول اليوم، او جهاز الديستليتور فيه مشكله، بالتالي الميه اللي بيطلع لي اياها بيطلع ليش ميه يعني البيوريتي تبعتها عاليه وبالتالي تعطيني نتائج كويسه. فهذه الانهيرتنت بارت او هذه الانهيرتنت كوزز اللي موجوده بتكون معي في خلال الفحص. علشان انا اراقب الكواليتي كنترول، عملية مراقبة الكواليتي كنترول راح تكون بشغلتين، يا اما من خلال او مش يا اما يعني يكونوا التنتين مع بعض بكون افضل، انه بتم مراقبة العمل من خلال الكواليتي كنترول ماتيريال ومن خلال البيشنت ريزلت. هذه من خلالها انا بقيم الشغل وبشوفه هل هو اندر كنترول او لا، وهذه الامور كلها راح نحكي عنها يعني ان شاء الله في المحاضرة القادمة. الان عندي الماتيريال المستخدمة في الكواليتي للكواليتاتيف تيست والسيمي كوانتيتاتيف تيست، هي يعني بشكل عام هي غالبا ثلاث انواع، وبالاحرى هي النوع الاول والثالث اللي هي بيلت ان كنترول وتراديشنال كنترول والستوك كنترول. الستوك كنترول هذا ممكن يكون ريفرنس اورجانيزم. البيلت ان كنترول اللي هو الكنترول اللي ممكن يكون انتجريتد في التيست نفسه في الكيت نفسه، ممكن يكون الكنترول جزء من الكيت نفسه. مثلا عندي الفحص البريجنانسي الستيك تبعه بكون الكنترول، خط الكنترول موجود هذا في الستيك نفسه، او احيانا بكون الكنترول مخصص لهذا الكيت، يعني لا يمكن استخدامه مثلا لكيت تاني، فهذا اللي بنسميه built in control. بيستخدم طبعا مع كل فحص انا بتم اجراؤه، من خلال هذا الكيت بقيم البرفورمانس للكيت واداء الكيت. في عندي التراديشنال كنترول. التراديشنال كنترول اللي هي الماتيريال اللي احنا معتادين عليها وبنستخدمها وبتكون مشابهه للبيشنت سامبل، وبتستخدم يعني لتقييم يعني كل التيست سيستم. الستوك كنترول عندي او الكلتشر اللي هي بتكون كنترول، هذا لو تكلمنا عن الكواليتاتيف تيست والكواليتي كنترول بالنسبة إلها، فمثلا عندنا في قسم الميكروب بكون في عندي ريفرنس سترين، هذا الريفرنس سترين يا إما بيكون طلبها عن طريق ايجنسي معينة، يا إما بيكون بيتم عزلها من خلال السنترال لاب وبكون اجتمع عليها يعني أو قيموها عدد من البروفيشنال السبيشالست في الميكرو. في هذا السترين احيانا زي ما حكينا بتكون في الهاوس، يعني الهاوس اللي هو اللاب بيتم يعني عزلها وتقييمها من ضمن الخبراء. كمان هذه بريدكت بتعمل بتقيم لي الريفرنس اورجانيزم او الريفرنس سترين، هذه بتقيم الستين وبتقيم الميديا وبتقيم الريجنت والسبلاي كلها اللي موجوده. بالنسبة للريفرنس سترين بيتم طلبها من عادة من هذه الايجنسي اللي هي American Type Culture Collection أو National Type Culture Collection والباستور انستيتيوت كوليكشن، واحدة من هذه الريفرنس ايجنسي أكثرها مشهورة بيتم طلب منها الريفرنس سترين اللي موجودة بتكون عادة في سنترال لاب.
الآن الستين مانجمنت، أيضا الستين مانجمنت لازم تخضع للكواليتي كنترول. طب كيف الستين مانجمنت بدها تخضع للكواليتي كنترول أو أتعامل أخليها تحت الكواليتي كنترول؟ من خلال الليبلينج. الليبلينج كتير بريحني وكتير يعني بيعمل لي ضبط للجودة الصحيح في المختبرات. الليبل كنترول بكون مكتوب عليها اسم الستين، مكتوب عليها الكونسنتريشن تبعها، الديت بريباريشن، الاكسباير، ممكن انا احضرها في يوم وما استعملهاش، ممكن اكتب عليها الاوبننج، الاكسبايريشن، الانيشيال، واخزنها بشكل صحيح. طبعا كل ما يعني فتحت صبغه جديده بحاول انه هذا الكونتينر يعني انظفه واعقمه وما اتركه زي ما هو موجود عندنا في الصوره امامكم. الكواليتي كنترول للسترين يعني برضو بضمن لي انه يتم في عندي تشييك لهذه الستين علشان اضمن انه النتائج تطلع كويسة، فما تكون هذه الصبغة ما فيش فيها اي كونتامينيشن سواء كان بكتيريا او فانجس، ما يكونش فيها اي كريستال مترسبة فيها، ما تكون يعني كلير ونظيفة بحيث تساعدني فعلا في التشخيص الصحيح. زي ما انتم شايفين في الصور في عندي الجود ستين والباد ستين، بتساعد كتير لما تكون الستين محضرة بشكل كويس ومحفوظة بشكل صحيح، بتريحني كتير في العمل. الجرام ستين في عندي الجود كواليتي والبور كواليتي، يعني شايفين كيف يعني هذه الصورة يعني صعب التشخيص وصعب انه الواحد يعرف شيء منها، لكن الجود ستين اللي هي اندر كنترول كواليتي كنترول ومطابقة للمواصفات بتعطيني جود ريزلت. الكواليتي كنترول في الميكروبيولوجي مهم جدا، زي ما انتم شايفين الصورة امامكم. التحضير الكويس بكون يعني بيعطي نتائج واضحة، سواء زي ما انتم شايفين على الناحية الليفت نون لاكتوز فيرمنت وعلى اليمين لاكتوز فيرمنت. فعملية التحضير بأندر كواليتي كنترول سواء كان للميديا سواء كان للستين، هذا كله بيعطي نتائج كويسة وبتكون كلها أندر كنترول. ايضا في عندي اشياء لازم الاحظها واتجنبها علشان ما تعطيني يصيرش في عندي مستيك خلال العمل، اللي هي بدي الاحظ انها ما تكونش هذه الميديا outdated او درايد، تكون جافه او تكون contaminated. في نفس الوقت في الهيومن بلاد ما بنستخدمه لعده اسباب. السبب الاول انه ممكن يكون في عندي اختلاف من باتش لباتش فاريشن، ممكن هذا الهيومن بلاد بكون في انهبيتر سبستانس لبعض الانتي مايكروب، ممكن بيكون في بايو هازارد، بيكون في انفكشن مثلا او انفكتد من نوع من اتش اي في او هيباتايتس فيروس. لذلك كلها هذه الحاجات نحطها في عين الاعتبار علشان نحصل على good quality control او high quality control result. The quality control of growth media كلها هذه بتم عمل لها ريكوردينج في الهاوس او اللاب اللي انا بشتغل فيه، بكون مسجل البي اتش وفي عندي لوج بوك مسجل فيه البي اتش والستيريليتي والبايوكيميكال ريسبونس والستوك كلتشر، واي باتش جديد برضه او لوت نمبر جديد بستخدمه بكون كلها هذه مدونة عندي في هذا اللوج بوك، البوك اللي خاص في الجروث في الجروث ميديا. لحد هنا راح نتوقف في المحاضرة علشان ما يكون الفيديو طويل كتير. بتمنى عليكم مراجعة المحاضرة، وإن شاء الله القسم الثاني راح نستكمله في الفيديو القادم إن شاء الله. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.